ضحية جديدة معانا النهاردة، وتحديدا من محافظة الشرقية، من قرية طارق، القرية اللي كل أهلها بيستنكروا فعل الفاحش اللي وقع على أرض القرية، وبيطالبوا بالقصاص العادل من الذئب البشري. الذئب البشري اللي راح ضحيته طفل في مقتبل الزهور، طفل عنده 10 سنوات، أحمد اللي صارع الموت من أجل البقاء، لكن في الأخير توفاه الله. وإحنا من هنا بنقول لأهله ربنا يرحمه، وربنا يصبرهم على فراقه، ويلهمهم الصبر والسلوان. لكن بدأت منين القصة والحكاية، وإيه هي مسرح الجريمة؟ كل القصة باختصار شديد، أحمد زي عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من أطفالنا، وخصوصا المقيمين في القرى وفي الأرياف. حضرتك بتبقى قاعد في البيت، وأي طفل عندك في البيت عايز يطلع يلعب بيلعب في نفس النطاق اللي حضرتك ساكن فيه. وفي بعض القرى بيبقى متعارف إن في بعض الساحات، والساحات دي بيبقى أطفال القرية كلهم بيلعبوا فيها، وبتبقى الأماكن دي معلومة لأهل القرية كلها. ولحد هنا كان السيناريو كويس، وكان أحمد ماشي، ده الأمر الطبيعي بتاعه اللي خلال سنوات بينفذه. لكن كان الغريب في الأمر هنا إن أحمد مش متعود إن هو يغيب عن البيت بضع ساعات. يعني أحمد كان هنا متعود إن هو ممكن آخره ساعة ساعتين وبيكون في قلب البيت عنده، لكن هنا أحمد لما اتأخر 3 4 ساعات بدأ إن الشك والقلق يخش على والده ووالدته، وبدأ إن فعلا أهل أحمد كلهم يطلعوا علشان يدوروا عليه. لكن الغريب في الأمر والصدمة هنا أيضا، كانوا كل ما يقابلوا طفل من الأطفال اللي هي عارف أحمد أو متعود إن هو يلعب معاهم ويسألوه عن أحمد، يقول لهم أنا ما شفتوش من ساعة، ما شفتوش من ساعتين. وبدأ إن القلق يزداد عندهم، لدرجة إن هم لفوا كل القرية وأرجاء القرية كلها ولم يعثروا على أحمد، وكانوا بيقولوا نصيا وحرفيا الأرض اتشقت وبلعت أحمد. وبدأ إن أهل القرية كلها وشباب القرية اللي بنقدم لهم كل التحية والتقدير على الدور البطولي فعلا، اللي هم خلال ساعات قدروا إن هم يعثروا على أحمد. لكن هنا بدأ شباب القرية في اقتراح فكرة إن إحنا نطلع ندور في الأراضي الزراعية، ونطلع ندور في الأراضي المحيطة بالقرية. وهنا كان في ترعة طاروط اللي هي بجوار القرية، واللي هي فعلا قدروا ان هم يعثروا على الطفل احمد فيه، لكن قد فارق الحياة. لكن عند انتشال جثة احمد وطلوعه، كان احمد فيه اصابات ظاهرة في الرأس، يعني احمد كان مغبوط بحاجة او بآلة حادة على دماغه. والحد هنا كان هيبقى فيه لغز كبير في القضية، خصوصا ان احمد ملوش اي عدوات، او ان ده طفل لسه صغير، واهل احمد ملهمش اي خصومة او اي عداء مع اي حد من اهل القرية. لكن بمراجعة الكاميرات اللي على الطريق اللي بيأدل تلك الترعة، اكتشفوا اللغز بتاع قضية احمد، ان في شاب من القرية مستقل دراجة وهو واخد احمد وراه. فعلا هو خده بعد ما اقنع احمد ان قال له تعالى يا احمد اخليك تسوق العجلة، وتعالى اخليك تطلع تصطاد معايا بعض الاسماك من الترعة. وفعلا لما خد احمد لحد هناك وحاول الاعتداء عليه، وفعلا الطفل بدأ في المقاومة، فخاف من افتضاح امره، وهنا بدأ انهال على احمد بالضرب بآلة حادة على رأسه. ولما احمد فعلا حس ان احمد دخل في غيبوبة او ان احمد فقد الوعي، خد احمد والقاه في الترعة وركب الدراجة بتاعته ورد. وفعلا هو اتأكد ان احمد قد فارق الحياة. هو ده الاداء، وهو ده الكلام اللي هو قاله الشاب ده بعد تقنين الاجراءات والقاء القبض عليه. ودي كانت كل الاعترافات اللي هو فعلا ادلى بيها تلك الذئب البشري. وفي النهاية بنقدم خالص العزاء لأسرة الطفل احمد، وربنا يصبرهم على فراقه يا رب.